كل ضربة تحول الحجر إلى عمل فني، عليه أن يصمم الواجهة الخارجية لقصر برلين التاريخي دون أي خطأ. أرسم خطوطا مستقيمة حتى تكون النقوش على سطح الحجر متوازية أيضا. إنهم يصممون الحجارة لقاعدة مدخل القصر، ويعمل في الشركة 20 موظفا في نحت الحجارة، وعلى الشركة تجهيز مئات القطع للقصر. مدير الشركة يعلم الحرفيين الجدد كيفية العمل. نحن هم الحرفيون الوحيدون الذين تظهر بصمات عملهم حتى بعد اكتمال العمل. لكل حجر موقعه في الواجهة، ولذلك علقت الرسومات في الورشة حتى يعرف الحرفيون موقع الحجر بالضبط وشكله النهائي. موقع بناء قصر برلين التاريخي، هنا يتم تثبيت الرملية من ورشة شوبرت في الواجهة. هذا الحجر يزن طنا تقريبا، وسعره نحو 2000 يورو. إنهم يشيدون كل يوم مسافة طولها 15 مترا. ما هو أكبر تحدي تواجهونه؟ أن ينزل بالضبط في الموقع المحدد مسبقا، وألا يصطدم الحجر بأي شيء لأن حمولته كبيرة. الواجهة تغطي المبنى الخرساني 20,000 متر مربع، ينبغي تغطيتها في الواجهة بالحجارة، وينبغي أن تكتمل في عام 2018. بواسطة كاميرا الحاسوب يمكن متابعة كل ما يجري في الشركة. بمساعدة الكمبيوتر يمكن إعادة بناء وتركيب الأجزاء المفقودة. الكمبيوتر يعد نسخة ثلاثية الأبعاد مطابقة للأصل. روبوت المصنع يحصل على البيانات الضرورية، وهو يعمل على القطعة الواحدة 3 أيام دون انقطاع، بينما يستغرق العمل على نفس الحجر في المصنع 2 أسبوع. المتعة تكمن بعد الانتهاء من العمل، لكن هذا العمل في حد ذاته مرهق ويتطلب قوة جسدية كبيرة. الآن نستعين بهذه الآلة التي تخفف عنا الكثير من الجهد. إنهم يعملون على أكثر من مشروع. العمل اليدوي من إبداع النحات غالف كني، الذي يعمل أسبوعا كاملا على هذا العمل الفني الذي يسعى دائما إلى مقارنته بالنسخة الأصلية. أخذ نفس الأبعاد في تمثال الجس وأنقلها إلى الحجر وأخطها بقلم رصاص قبل البدء بحفرها. يبلغ سعر هذا الحجر الخام 2000 يورو، والعمل بحاجة إلى هذه الحجارة الكبيرة. هذه الآلة تقطع شرائح حجرية أيضا، والعمل هنا جار للانتهاء من أعمدة لتزيين أحد القصور في برلين. لقد تم الانتهاء من العمل على الأعمدة التي احتاج مصنع سفين شوبرت إلى 2 سنين للانتهاء منها. وفي عام 2018 سيتم وضعها على مدخل قصر المدينة في برلين. سفين شوبرت يعلم أن عملا كهذا لا يحدث إلا مرة واحدة في العمر.